بسم الله الرحمن الرحيم. أنا رفعت الرحمن أحمد رفع الله. نحن في إطار knowledge into action بنحاول نعرف التحايا السودانية، التحايا باللغات السودانية، كيف الزول اللي يقول السلام عليكم أيتنينا دبايوة مرحبا بالآخرين. فأسي معنا الشاب حيعرفنا بنفسه وحيورينا اللغة بتاعته الأم وكيف الناس بتعمل التحايا لها. فيتفضل. الاسم ياسين عبد الله بكر من قبيلة فور، ودعينا نعرف التحايا السودانية في كل اللهجات. أيوة في كل اللهجات. طبعا في لهجاتنا بنستخدم للتحية، إذا لقيت الجروب مثلا قاعدين أول شيء تقول لهم بايلا بايلا من اسمين السلام عليكم. بعدك إذا دار تسلم فردا فردا تقول له، يعني دار تقول له كيف حالك، تقول له أجل دل بمعنى كيف حالك. وإذا دار تسلم للجروب أي بيل دل دار الجروب كويس. وتعالى بيضا ايضا عندنا اذا ماشي في الشارع دار تستخدم التحية المثالية، تقول لها افليك مو تل السنجولا للجروب افليك مو like this. So we have standing okay. و دار تستخدم للحالة for the situation، تقول لها اي لونج تل الفرد. تاني هذا enough. طيب نرجع تاني. أيوة. لو دار أسلم على فرد واحد بلغة الفور بقول لفرد واحد. أيوة. بقول شنو؟ I long. ده الفرد ما نقيم حالك للفرد. طيب بالنسبة للمجموعة دار أسلم عليهم ولو شنو بلغة الفور؟ برضو I long. I long برضو. I برضو الفرد. طيب. هل يجريجو للفرولر؟ للمجموعة. للمجموعة. طيب يعني للفرد I long. I long. للمجموعة برضو I long. I long. أو أي بلدل. أي بلدل. أي بلدل. أي بلدل برضو. استخدم برضو. شكرا جزيلا.